أولاً وقبل كل شيء كنشكركم على التواصل ديالكم وعلى التنويع ديال الرأي العام بهذا يعني مجريات أحداث فيما يخص الدورات ديال المجلس اللي هي بالحقيقة مجموعة ديال المواطنين ما كيطلبوش على شنو كيدير المنتخب داخل المجلس وكيفاش يحاول ما أمكن يجيب الصوت ديالو داخل المجلس باش يتناول التبلور يولي عبارة عن مشاريع اللي ممكن يستافد منها. يعني قبل قليل كنهضر معكم السي مصطفى منقول نائب رئيس، لأنه الرئيس كما العادة لا تتاح له فرصة أنه لا يتيح لنفسه فرصة باش يكمل معنا الدورة لأسباب تخصه، غير أني في الحقيقة فيما السي مصطفى ركز مزيان ومجمل الكلام ديالو كان إيجابي وكلنا درنا يد في يد باش أننا نخرجوا على الأقل السنتر ديال حضران من هاد يعني من الخصائص اللي كانت كتعاني منه مدة من زمان. وكنشكرو بزاف على المجهودات اللي بدلها بصفة شخصية. علاش؟ وفي الحقيقة أنا يتجو قلبي أنني صدري أنني نشوف مجموعة ديال الناس ديال حضران يتضافروا ويتعاونوا مع ولاد حضران، لأنه الحمد لله المشكلة العيب ما كاينش في الدولة، كاين فينا حنا اللي ما كنحاولوش ما أمكن باش نساهموا وكلوا بمبادرات. أنا شخصيا ملي كنت رئيس جمعية ديال جناتن للتنمية القرائية في اتصال بحكم العمل ديالي في اتصال مع الإدارة ديال الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول تضافر ديالو، ولا أتذكر من ديك الساعة كان السي مصطفى منقول كان رئيس، وأنا لا أنسى أنا ما كنتش ديك الساعة في المجلس ولكن كنت رئيس جمعية ولقيت منه بصراحة واحد التعاون منقطع النظير فيما يخص جميع الوسائل اللي كتهم باش حاول نجحنا البرنامج ديال التحفيل الجامعي اللي شمل دابا حاليا كان السيكتور الاول ديال جناتن اللي كان السيكتور ديال جناتن ومن بعد شمل جامعه ديال حضران كامله. هذا جانب لانه تثمين ديال الارض تعرف الاهميه ديال التحفيل فيما يخص الوعاء العقاري، يعني التحفيل ديالو والصيانه ديالو والرفع من القيمه ديالو الى اخره. هذا جانب كاين، انما حنا تهضروا على الايجابيات ولكن يكون هناك بعض السلبيات. انا ما غاديش نوجه التهمه حتى لشي واحد. اولا الجامعه كانت مشغوله فيما يخص مشروع ديال التهيئه ديال المركز يعني فيما يخص التبليط والماء والحار، داكشي هذا هو داكشي اللي حكى عليه السي مصطفى اللي تأهلات. الحمد لله تأهلات المركز كمركز اللي غادي يكون يعني مركز إشعاع واستقطاب ديال مجموعة ديال الاستثمارات إن شاء الله مستقبلا، غير أنه هناك معاناة كبيرة بحكم أنني مستشار نعيش في العالم يعني خارج المركز. هناك معاناة فيما يخص البيست، معاناة كبيرة ديال الماء وديال ليكستونسيون ديال الضوء. وتعرف انه ما يمكنش المركز يعيش بوحده الا ما كانش يعني الضواحي ديال المركز باش غادي تسير هاد الجماعه الا غادي نسيروا غير فيما يخص السنتر. ولكن وهاد الناس هادو اللي كاين على برا كيعيشوا معاناه كبيره، كيفاش يمكن انه انسان يعني يقول بلي انه الجماعه احنا نجحنا؟ نجحنا فعلا فيما يخص السنتر، ولكن فيما يخص واحد المجموعه ديال الحويجات اللي تم اهمال ديالها، كان اهمال ديالها. وانا لا ما كنوجهش اللوم للمجلس، جميع الاعضاء اللي كانوا في المجلس كلهم كانوا في المستوى. علاش؟ لان تناقشنا مع عمر موقع بيناتنا خلافات فيما يخص القرارات اللي اتخذناها. ولكن السؤال اللي كنطرحو علاش هاد الحويجات هادو اللي قررناهم وخصنا لهم الاعتماد ديالو ياك وما تمش التنفيذ ديالها؟ علاش ما يتمش التنفيذ ديالها؟ دي مسؤوليه الرئيس والاداره.
المسؤوليات الرئيسيه الاولى والاخيره ديال الاداره. هذا تعنت كبير. وانا ما نعرفش واش العام شكون هذا السيد هذا اللي ما لا يعير اهتماما القرارات ديال المجلس. كتب لها شكايه السيد العامل في الموضوع، ثلاثه الشكايات او اربعه، يعني فرادى ومتنا واربع من 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 اعضاء ديال المجلس، ولا جواب ولا من يحرك ساكنا فيما يخص هذا الموضوع. كيقول الانسان انه خدم داخل الجماعه، كاينين الاعتمادات الماليه موجوده ومتراكمه، ميزانيه تتراكم، علاش ما تصرفش؟ علاش حنا الدوله كتعطينا هذا الشيء الا ما غنصرفوش في عين المكان؟ فيما قررته الجماعه، علاش ما يتصرفش؟ انا بغيت نعرف هاد الناس واش كاين يعني شي رقابه، واش كاين شي محاسبه فيما يخص تعنت ديال السيد اللي عنده مركز القرار انه ما باغيش ينفذ، علاش ما ينفذش؟ هذا هو الجواب. انا بغيت الناس المسؤولين واللي كيعرفوا واللي عندهم باع بهاد المسائل على مستوى العماله وعلى مستوى وزاره الداخليه وعلى هذه الاداره اللي كنسميها اداره وصيه، ياك واش هاد الشيء هذا ما يمكنش يتم فيه تعديل داخل المجلس انه يجبر انه تعطى على الاقل تقارير فيما يخص يعني مقررات ديال المجلس واش تم التنفيذ ديالها او ما يتمش التنفيذ ديالها. اذن انا كنقول لك العيش العبث، ما كاينش بلاد يمشي للسياسه وما كاينش يترشح وما كاينش يهضر بسميت شي واحد مادام انه تيتم التقرير ديال واحد المجموعه ديال الحويجات وبوئام وانسجام ما بين الاعضاء ديال المجلس ومن جا حتى الرئيس ما يبغيش ينفذ، صافي ما بقينا والو. حنا ولينا دابا يعني فيما يخص المجلس كندوي داكشي بشكل ديمقراطي، ملي نجيو التنفيذ كاينه الديكتاتوريه ديالو.